السلام عليكم، انا صحيكم في القناة ديالي بان ناتشورال. الفيديو ديال اليوم فيديو ديال المنتوجات المفضلة ديالي. هذا الفيديو هذا غيكون في نفس الوقت ندير لكم على المنتوجات اللي خديت من عند اي هيرب اللي جربتهم وعجبوني ولا لا. نخلي لكم فيديو هنا اللي درت لكم الاول التالي ديال اي هيرب، هاد المنتجات من الاول الاول اللي درت عنه. وفي نفس الوقت في ما نوريكم منتجات ديال اي هيرب نوريكم حتى منتجات اللي متوفرة هنا في المغرب. نبداو اول حاجة بالعناية بالشعر. هاد الفيديو هادي غيكون فيها غير منتجات العنايه، لانه شحال هادي ما درت منتجات الميك اب، يعني ما عنديش راي عليهم. مي ان شاء الله من بعد ندير لكم فيديو اخرى على منتجات تاع الميك اب. الا عجبكم هاد اللوك هذا تاع الميك اب اللي دايره راني فيلميتو لكم، غتلقاوه حتى هو في القناه هنا على اليوتيوب. اول حاجه غندير لكم عليها هي هاد الشامبوان هذا والكنديشنر ديالو من عند اغبال اسانس. هادو اللي عندي انا هو لا جام ديال زيت الارغان المغربي. هادو خديتهم من مرجان و جوبونس راهم باقي متوفرين في مرجان. احسن الشامبوانات اللي جربت من كرونت سيرفاس بثمن رخيص، جوبونس بجوج بيهم دايرين 60 درهم، واغلبيه كيكونوا مرجان دايرينهم اون بروموسيون. حاجه اللي عجبتني فيهم هو الشكل ديال الشعر من بعد، يعني كتحسي به فريمون نقي. اي سورتو الكانديشنر ما كيخليهش مزيت ولا ميدم ولا كتلصق، ما تبقاش فيه بقايا بحال توتر كانديشنر، بالعكس زوين بزاف. المهم الا بغيتو شي كام اللي رخيصه خذوه. انا صراحه ما حاولت نقلب قبل ما نشريهم على الاراء، من بين الاراء اللي شفت انه لا كومبوزيسيون ديالهم مزيانه، مي صراحه ما بانش ليا. بصح اول مكون هو الماء، ولكن ثاني مكون هو الاس ال اس اللي هو ماشي مكون زوين بزاف. دونك فوالا، كيف قلت لكم ما عرفتش واش قلت لكم قبل ولا لا، كنحاول انني دابا نتجه المكونات اللي كومبوزيسيون ديالهم مزيانه اكثر. داكشي علاش وليت كنشري من السيت ديال اي هيرب. ولا عندكم اي اقتراحات من باغا فارماسي ولا من اي موقع اخر قولوها ليا هكا اون كومونتير. داكشي علاش الشامبوان اللي غندير لكم عليه الثاني هو هذا ديال ديزرت اسانس. هذا التقييم ديالو في يوكا اكثر من 90 على 100، يعني فريمون مزيان بزاف، وحتى المكونات ديالته طبيعيه. اصلا هنا الى شفتو راه اورغانيك، هو 100% فيغان وما تستعمل على حتى شي حيوانات، يعني ما دارش لو تيست على حتى شي حيوان. هاد لاكام هادي انا اللي خديت هي ديال لابريونس للشعر ولا اللمعان، لانه بنات اللي دايره هاد الصيف عارفين انه مع الوقت شعرك كيولي داغن، ما كيبقاش في واحد اللمعة زوينه. هاد الشامبوان اكثر من رائع، وسورتو ريحه ديالو خطيره بزاف، في ريحه ديال الفرامبواز غافريشيسونت يعني، وكتبقى لك في الشعر من بعد. حاجه وحده اللي غادي نقولها لكم على اي منتج طبيعي هكا اللي ما فيه لا بارابيل لا سلفات لا حتى شي حاجه، راهم ما كيرغويوش، يعني ما تقوليش حتى ما رغواش لك راه ما نقاش لك شعرك، لا بالعكس راهم فريمون مزيانين. داكشي علاش ما تيرغويوش. الحاجه اللي كندير انا انه في واحد ديما كندير الزيت للشعر ديالي، وباش ما نضيعش صراحه الشامبو نخلي لكم الثمن ديالو هنايا. كنغسل في الاول بشي شامبوان اخر بحال اربال اسانس حتى كنحيد الزيت من شعري، عاده كنستعمل هذا ديال ديزرت اسانس ولا شي شامبوان اللي عندي زوين وزيت عليا وغالي. من بعد غادي ندوزو لجل دوش. اول جل دوش بغيت ندير لكم عليه هو هذا ديال سيفورا اللي بلي بيت كوجي. هذا علاش كيعجبني حيت الريحه ديالته منعشه بزاف، سورتو في هذا الصيف، هذا ريحته فريمون خطيره بزاف، اي الكميه ديالته كثيره، يعني ممكن تستعمل استعمال عائلي. هذا ما فيش زعما شي ريحه ديال البنات ولا ريحه الاولاد، ريحه زعما يقدر اي واحد يستعملها. اي جوبونس راه كيتباع عند لي فونتوز سينو. فيت في حاجه متوفره في المغرب لي جيل دوش ديال ايف روشي، جوبونس كو مالوغوزمون مابقاوش كيديرو هاد لي جيل دوش. هذا اخر واحد كنبقى عندي من هذيك لاغام القديمه، وهذا اللي بحامض ديال المكسيك، هي احسن ريحه عندهم بالنسبه ليا لهذا الصيف. هي احسن ريحه عندي عندهم بالنسبه لي لهذا الصيف، لان ريحه منعشه بزاف. لي جيل دوش جداد ديال ايف روشي صراحه ما جربتهمش حيتاش ما عرفتش زعما سا ما با اتيري، وما كرهتش كون رجعوا لهادو القدام لانهم فريمون كانوا زوينين بزاف. دابا المزيل العرق، اول واحد غندير لكم عليه هو هذا شميت ديال اللي خديتو انا من اي هيرب، كيتباع عند لي فوندوز وكيتباع في بزاف ديال لي سيت اخرين. هذا التقييم ديالو فيوكا 100 على 100، يعني ما عنده حتى شي حاجه خايبه، ما فيش الومنيوم، ما فيش غليكول، ما فيش زعما رائحه ارتيفيسيال، كلشي طبيعي 100%. يعني مزال بنات الصحه ديالكم. انا هذا زعما صراحه عجبني بزاف بزاف بزاف، ناتشورال ديودورنت الي هايبر افيكاس، ماشي حيت ناتشورال ولا ما فيش الومنيوم الي با افيكاس، او كونترير الي هايبر افيكاس. هذا واقيلا اكثر ديودورون افيكاس جربته صراحه. انا خديت هاد هاد الريحه هادي ديال الكركول والمغنيسيوم، فيها بحال ريحه ديال عرفتي دوك الزيوت اللي كنديرو باش كنعسو، فيها بحال هذيك الريحه.
ما حيتش ما لقيتش دوطخ فراغرونس، حيت ديما هو يا اور ستوك في اي هيرب. يعني الا لقيتو اي فراغرونس غير خدوها، حيت فريمون اور ستوك وصراحة زوينة. ما كان في الاول غادي ديرونجيك شوية، من بعد انا صراحة ولفتها و سا مو ديرونج با دو تو. نفس الوقت هذا نخليكم الثمن ديالو هنا، حيت ما عقلتش عليه. الحاجة اللي متوفرة في المغرب هو هذا جيل سانكس اللي كنت ديما كنشكرو ليكم، حتى هو ما فيهش الالومنيوم. هذا جاسانيك جو بونس تاع شي 30 درهم ولا 35 درهم عند لي بارفومري، حتى هو زوين في الصراحه. غير هو الاخر اللي بوكو بلوز افيكاس، اي هذا بعض خطرات كنحس به فاش يكون صاد بزاف كيبدا بحال كيبدا يتلصق اي تو، مي الاخر لا. يعني مي الا ما قدروش انكم تاخذوا لو سميت، خذوا هذا جاسانيكس، هو احسن واحد بالنسبه ليا اللي كيتباع في المحلات الكبرى. نمشيو دابا لي ماسك. اي هاد الماسك هذا ديال اي هيرب، هاد الاستيك سيكريت ماشي ديال اي هيرب زعما اللي خديتو انا من اي هيرب، راه كيتباع عند لي فوندوز. مي صراحة البنات في الاي هيرب كيتقام عليك رخيص بزاف. نخليكم الثمن ديالو هنايا. هذا شوفو تبارك الله شحال فيه، اصلا نص ديال الوجه ديالي. اي انا شنو كنديرو، كنديرو مع مرة في السيمانة مع خل تفاح، ولا درتو مرة اخرى كنديرو مع الماء ورد. البنات خل تفاح راه قاصح على الوجه، الا عندكم بو سونسيبل ما ديروهاش. انا اصلا جي با لا بو تري سونسيبل، فاش كنديرو كيولي وجهي احمر. خاص غير اون كريم ايدغاتونت من بعد والماء ورد باش تريحي الوجه ديالك. هذا ايبر ايفيكاس، داكشي علاش هو قاصح شويه. اي فاش كديري بعدا ما كتقدريش تهضري كاع، لانه فريمون كيكمش لك الوجه ديالك مزيان بزاف الحبوب. يعني اصلا غادي نشوفوا الا شفتوا الفيديو ديال توت ميك اب، لا ما بقاوش على دوك الحبوب اللي كانوا عندي هنا، باقي عندي شويه هنا اصلا. جو بونس كو باقي باينين هاي فوالا، مره كينوضوا ليا مره في الشهر. مي ابار سا فريمون البنات هذا الماسك هذا خطير بزاف، واحسن ماسك جربته اصلا. الا قلبتو دخلتو غير قلبتو على لي زافي ديال الناس عليه في انترنيت، غتلقاو بلي انه كلشي مي فريمون كلشي كيشكر هذا الماسك هذا. الالتيرناتيف اللي كاينه وموجوده في لي بارفيمري ديال المغرب واللي جادور انا بزاف، وهذا الماسك هذا ماسك دارجيل ديال كاتي. هذا الي با اوتو افيكاس كو هذاك الاستيك، حيت هذا ما كيحيدش الحبوب ولكن بيوريفي لا بو، ما غاديش يحيد لك الحبوب ولا ينشفهم ولا ينشف لك الوجه ديالك اصلا. فاش غديريها تحسي به انه زعما ماشي كينشف لك وجهك لهذيك الدرجه. مي بوغ لي بور بوغ لي كسيت سي بوم وداك الشيء كامل، هذا فريمون احسن ماسك اصلا. ديما كنشكر لكم، وقبل ما ندير اصدق ما بقيت كنجرب حتى شي ماسك اخر من غير هذا ديال كاتي. اي باقي حتى الان اخر فافوري هو هذا لو بارفان تاع لي لا موف ديال ايف روشي. هذا في الصيف بوغ تو لي جوغ من احسن لي بارفان عندي. علاش هو راه ما كيبقاش شاد بزاف تو، مي فيه ريحه ديال الحمقى ايبر افريشيسون البنات. فاش كديريه كتحسي فريمون براسك مهويه و فريمون زوين زوين بزاف. سيرو شمو في ايفروشي فهادوك الروايح اللي كيبيعوهم نورمالمون 250 درهم، راه فاش كتكون بروموسيون كتاخدي دو او بخي دو ان. انا هاديك الساعة لقيتها فاش كنت خديتهم، بصراحة كيعجبني بزاف. ولا تفكرت واحد الحاجة ندير لكم عليها غير دغيا، هو هذا ديال اللي خديت من بيم الترا كومباكت اير فريشنر، يعني كي يرافريشي لير فريمون. ريحتو زوينه، هذا خديتو بالتي فيغ اي الريحه ديال الطنقه، اي كيجيب شويه ديال البروديه مع هاد الصيف هذا. فوالا البنات وصلنا لافان ديال الفيديو، كنتمنى انها تكون عجبتكم. كندير لكم بزاف بزاف تاع البيزوات، ونقول لكم على بروشين.